أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في الحقيقة معنا أخ عزيز جدا على قلبي، هو الأخ أحمد حرقان، وغير اعتيادي هو المسيحية، فراح نناقش المسيحية مع الأخ أحمد ونشوف شو عنده. خلينا نرحب أول شيء بالأخ أحمد، أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا مازن، أهلا بمشاهديك الكرام أيضا. أهلا بك أخي أحمد، أهلا بك. أعزائي المشاهدين، نحن بشان موضوع الأسئلة بصراحة يعني يا ريت تدخلوا تحت الفيديو في بالبريسكريبشن في موقعنا على الفيسبوك، وإذا الفيديو موجود على الفيسبوك، البث المباشر على الفيسبوك، يا ريت تحطوا لنا الأسئلة على الفيسبوك وممكن أنا أنقلها لأخي أحمد. أخي أحمد، بالبداية يعني أنا سؤالي أنا الشخصي، ليش المسيحية؟ ليش بدك تحكي بالمسيحية؟ تفضل. لاحظت ان كتير من المسيحيين مش عارفين او مش مطلعين على ان المتابعين يعني للالحاد او كده مش على ما عندهمش فكره ان في كتير جدا من الملحدين العرب من خلفيه مسيحيه. لاحظت كده لما يعني كتبت بعض البوستات اللي هي فيها نوع من الانتقاد للمسيحيه، وايضا كنت قريب ضيف في غرفه على البلتوك. انا اصلا اول مره كنت ادخل بلتوك يعني، واستضافوني الاخوه المسيحيين وشفت طريقه تعاملهم معايا يعني او كده، او مع واحد في شخص مسيحي او ملحد من خلفيه مسيحيه عمل مداخله، فقعدوا يشتموا فيه وكلام من ده، وانا جيت ادافع عنه او اقول لهم الاسلوب ده غلط معاه وكده، بداوا يهاجموا فيا بشكل قوي يعني. ولاحظت ان هم يعني هم فاكرين ان الملحدين العرب او كده حدهم رد فعل لاكتشافهم لسوء الاسلام او كده، او مدى وضاعة الدين الاسلاميه او مدى اجرامها يعني. فقلت لا، المسيحيه ايضا يعني المسيحيين، لا في كتير جدا من الناس تركت المسيحيه، يمكن اكتر الدينيين على العكس مما يتصوروا، اكتر الدينيين في العالم على مستوى العالم من خلفية مسيحية. تماما، يعني في ناس كثير بيعتقدوا انه اذا نحن تركنا الاسلام المسيحيه هي الحل الامثل، بالعكس يعني كلهم خرافات. طب اخي احمد، خلينا ندخل بموضوع المسيحيه. عندي هالسؤال، هذا المسيحيه اكبر ديانه من حيث عدد المعتنقين، ماذا تعرف عن هذه الديانه؟ تفضل. أنا أعرف عن المسيحية إن هي عقيدة إبراهيمية، ديانة إبراهيمية يعني، زي اليهودية ولحد ما زي الإسلام يعني. الديانة دي ديانة توحيدية برضو، بتعتقد بإله واحد، يعني الرب إلهنا، رب واحد هم بيقولوا. تتمحور التعاليم بتاعت الديانة دي حوالين الكتاب المقدس، وحوالين شخصية المسيح المؤيد بالمعجزات، والشخصية واللي هو القام من الأموات، واللي هو المخلص، واللي يؤمن به حيثاب في الآخر، في الآخر بعد ما يقوم هو كمان هيلحق بملكوت أبدي سعيد، واللي هيكفر به مش هيدخل في الملكوت ده يعني. يعني باختصار شديد يعني، بس المسيحية كديانة يعني مختلفة كلية عن الإسلام يعني، في من ناحية الانتشار ومن ناحية التأثير على الثقافة الإنسانية والحضارة عموما، ومن ناحية علاقتها بالفنون والأدب وما إلى ذلك. المسيحية يعني الموسيقى مثلا دخلت الكنيسة في وقت مبكر جدا، كتير من الشخصيات في العالم يعني المؤثرة، والشخصيات الفنانين مثلا، أدباء، مفكرين، مخترعين، كانوا مسيحيين يعني. عكس الإسلام طبعا، ديانة ما
دورها في البشرية، في البشرية يقتصر على التخريب بس. فأنا مش بقارن ما بين المسيحية والإسلام، وإن كانت المسيحية والإسلام واليهودية هم طوائف إبراهيمية أو طوائف لديانة واحدة رئيسية، اللي هي أصلا اتبنت على الإيمان باليهوة اللي هو بتاع الشعب المختار يعني. المسيحية برضو نقطة مهمة جدا، ديانة يعني. الكتاب المقدس بتاع المسيحية طبع منه في القرنين اللي فاتوا بس 6 مليار نسخة، و ترجم الكتاب المقدس اترجم إلى 2000 لغة، 2000 لغة، وده أكبر عدد من اللغات من الترجمة يعني. أكبر كتاب في العالم حظى بالترجمات دي، أو مفيش كتاب في الدنيا كلها وفي التاريخ اترجم للعدد ده كله من اللغات. وطبعا مع عدد كبير جدا من الإرساليات والمؤلفات والكتيبات وكتب الطبع، كل ده وإحنا بنشوف دلوقتي مع ذلك انحسار كبير جدا للمسيحية في العالم خاصة في أوروبا. تمام. طيب، في عندي سؤال ثاني، يعني بيقول لك هل فعلا المسيحية دين يدعو للسلام دائما؟ تفضل. هو للأسف لا، مش لأن الكتاب المقدس بتاع المسيحيين نصه تقريبا العهد القديم أو التناخ زي ما بيسموه اليهود، واللي هو مشترك ما بين المسيحيين واليهود. والعهد دوت الكتاب ده الأسفار دي والآيات دي مليانة تعاليم في منتهى القسوة والعنف وأبعد ما يكون عن السلام وعن المحبة المزعومة. يمكن في الكتاب في العهد الجديد بقى الأمر مختلف شوية، ويمكن ده السر في انتشار المسيحية، إن أي مبشر بيستغل طبعا الآيات اللي هي فيها التسامح والمحبة الموجودة في العهد الجديد، وبالتالي كتير من الشعوب اعتنقت المسيحية حبا فيها يعني، حبا في تعليمها، على عكس برضو الإسلام بالمناسبة، لأن ما فيش شعب اعتنق الإسلام إلا تحت تهديد السيف، لأن الإسلام عقيدة بربرية غير مقبولة أبدا، ما فرضتش نفسها غير عن طريق السيف. طبعا كان في فترات في تاريخ المسيحية قاسية برضو، مليانة حروب ومليانة. عندنا مثلا محاكم التفتيش، يعني ما نقدرش ننسى إن محاكم التفتيش كانت بتقتل اليهود وبتقتل وبتعذب كتير من المختلفين مع الكنيسة الكاثوليكية يعني. ما ينفعش نقول إن المسيحية ديانة سلام على الإطلاق، طبعا ما أعتقدش إن في أصلا دين سلام يعني. الأديان كلها تشترك في مسألة التعصب. برأيي أنا، ما بعرف أحمد، يعني المسيح مثلا من وقت ما بلش بدعوته 3 سنين يعني وقتلوه، يعني هو سالم هال3 سنين، والآيات اللي تدعو للسلم ومثل ما بقول أحبوا الآخرين، وإذا حدا ضربك على خدك الأيمن والأيسر والحكي هذا، يعني محمد تم 12 سنة بمكة مسالم الرجل. ف يعني لو عايش هلا مثلا، لو عايش المسيح يسوع وما ميت خلال 3 سنين، يعني تتوقع كان كمل مسيرته السلمية؟ خلينا نقول مش عارف، بس اتوقع ان هو كان، لان حتى في اختلاف ما بين تعليم المسيح وتعليم محمد، بالرغم حتى التعاليم المحمديه المكيه يعني. يعني التعاليم المكيه كانت في منتهى يعني، ما كانش فيها السلام واحبوا اعدائكم برضو يعني، بالعكس يعني كانت شديده جدا ومستفزه، وبالنسبه لي بعتقد النصوص المكيه حتى مستفزه يعني. كان بيهاجم الناس وبيتوعدهم بالنار يعني، ما فيش بإيديهم ان هو يقتلهم، بإيديه ان هو يقتلهم، بس كان بيتوعدهم بالنار، وتوعدهم ايضا ان هو هيقتلهم لما يكون معاه القوة يعني. هو في سورة القمر بيقول لك سيهزم الجمع ويولون الدبر، الآية دي نزلت في مكة المفروض يعني، دي آية مكية، سيهزم الجمع ويولون الدبر، هيطلعوا يجروا من قدامك يعني، فاهم؟ وكان في والآيات بقى المكية كلها بتتعرض. المهم عشان ده مش موضوعنا،
المسيح يختلف كثير عن محمد، على يعني في اعتقادي طبعا، وقد اكون مخطئا يعني. طيب أخي أحمد، في سؤال هون بيقول المسيحيين طوائف شتى، هل حدثتنا عن الأسباب والاستنتاجات؟ المسيحيين طوائف كتير جدا، وده ناتج من يعني الاختلاف ده ناتج من ما فيش قاعدة راسخة يرتكزوا ليها كلهم. الكلام في الكتاب المقدس كلام مبهم، كلام ممكن تفهمه بأكتر من طريقة. ماهية المسيح نفسه، وهل هو موصيفه، وكون هل هو إله أو بشر، أو إزاي الإله تجسد أو كده، طبعا فتح الفرصة لأن للخلاف كتير جدا، الخلاف الكبير جدا والطوائف الكتير اللي هي بتختلف على المسيح نفسه وعلى الكتاب المقدس نفسه. يعني الطوائف دي في فترات كتير جدا تقاتلت مع بعضها. أسوأ نموذج في التاريخ هو نموذج حرب 30 عام في أوروبا، ودي كانت بين الكاثوليك والبروتستانت، وسقطت آلاف أو مئات الآلاف من الضحايا يعني في 30 سنة من الحرب المتعصبة يعني. حاولت الطوائف ديت مع الوقت تجمع نفسها في حاجة اسمها اتحاد الكنائس العالمي، ده بيحاول يجمع كل الكنائس تقريبا في العالم دلوقتي منضوية في الاتحاد ده، بيحاول يوحد إلى حد كبير جدا المسيحيين. ما أعتقدش إن هم هيلحقوا يتوحدوا جان دلوقتي، الإلحاد مستحيل. مش حد لهم يعني، مش هيبقى في وقت يعني يتوحد، خلاص هي جيم المشكلة أوفر. يعني الملحدين أغلبهم من خلفية مسيحية، يعني كما قلت أنت، يعني للأسف ما أظن يعني لا المسيحية ولا غير ديانة، يعني ممكن لأنه هو عصر الإلحاد، يعني عصر العلم والإلحاد، ما بقى فيه لا مسيحية ولا غير مسيحية ممكن تسيطر. يعني في عندي سؤال هنا أخي أحمد، بيقول ما هو مستقبل المسيحية من وجهة نظرك؟ تفضل. المسيحية كديانة هتنتهي تماما، لكن ممكن هيفضل تأثيرها طبعا في البشرية فترة طويلة جدا، لأنها يعني ضاربة الجذور في القدم، ومغلة التأثير في المجتمعات. القيم المسيحية اللي بتتوافق مع العصر هتعيش طبعا، هتعيش. و ما أعتقدش إن شخصية المسيح يعني هتنسى يعني، لكن مثلا الإسلام، أنا أعتقد إن أنا نفسي أنسى شخصية محمد مثلا. راح تنساها بكل تأكيد، يعني بالفعل مثل ما قلت، يعني انه مسألة يعني هلا حتى الملحدين بيحتفلوا بكريسماس أيوة، أنا احتفلت بالكريسماس. يوم العطلة، يعني فيوم العطلة الرسمية هو يوم الأحد عند الملحدين وعند عموم الشعوب الكرة الأرضية. يعني ما بعرف إلا في المستقبل إذا سووا شيء الملحدين سووا لنفسهم طقوس خاصة، هي ما بعرفها يعني بالضبط. طيب السؤال التالي بيجيك، لماذا يحب المسيحيون الملحدين من خلفية إسلامية فقط؟ تفضل. الملحدين بتوع الشرق الاوسط جان بيحبوا الملحدين المسيحيين من الشرق الاوسط، بيحبوا الملحدين من خلفيه اسلاميه، لانهم بيشاركوهم بيشاطروهم في معاناتهم، وفي كونهم اقليه مضطهده، وفي كونهم ناس بتتصدى للاسلام. يعني في خطر داهم مشترك يعني بيواجه المسيحيين الشرق الاوسطيين والملحدين، فهم بيحبوا الملحدين من خلفية إسلامية. المفروض إن هم يعاملوا الملحدين من خلفية مسيحية بنفس المعاملة، واللي بيقف عائق في سبيل دوت هو التعصب. فالمسيحيين اللي هم أقل تعصبا يحتووا الجميع وبيحبوا الجميع يعني، لكن المسيحيين المتعصبين بالذات الأرثوذكس
لا بياخدوا موقف سيء من المسيح من الخلفية المسيحية، وممكن يحضنك انت لو من خلفية إسلامية ويفديك بحياته يعني. طيب أحمد، برأيك يعني هل المسيحيين يعني هن متعصبين يعني برأيك، ولا في أنواع من المسيحيين متعصبين أنواع لا يعني؟ لا أعتقد كل المسيحيين متعصبين. في أفراد بقى من كل الطوائف يعني، علمانيين ويعني ما يعني من وجهة نظري أنا ما بعتقدش إن هم بيتدينوا بالمسيحية يعني، بقدر ما هم بيحبوها كفلسفة وك يعني ك ك وبيقدسوا التعاليم السامحة اللي فيها يعني. فدول أفراد نماذج كده يعني في كل الطوائف، بس أكتر في الإنجليين من الأرثوذكس بصراحة. أو يعني مش عارف انا شايف ان اظن ما في دين ما في تعصب يعني، ما دام في طبعا. هو مطلق، فبس وصل للمطلق انتهى يعني، ما في نقاش. صح صح معظم المسيحيين او اغلب المسيحيين متعصبين فعلا. بالضبط يعني عندهم المطلق، ما دام عندهم الثالوث المقدس خلاص مقدس يعني، شيء مقدس من الاساس. صحيح هل صحيح. تعتقد أخيرا بأن المسيح كان شخصية حقيقية فعلا؟ المسألة دي ما اقدرش اجزم بيها، وفي بحوث كتير جدا في الموضوع دوت، ولازال البحث جاريا يعني، لان احنا ما نقدرش نجزم بحاجه الا بادله علميه يعني. فهل كان هناك شخص فعلا اسمه المسيح او يسوع او لا، او مثلا هل كان هو بنفس المواصفات اللي بتحكى عنه وبتروى عنه، ولا كان مختلف؟ هل دي رسالته ولا تم تحريفها وتم تغييرها وتم تطويرها مثلا؟ هل هو ادعى ان هو فعلا إله او ان هو ابن الله ولا لا؟ كل الحاجات دي أسئلة لازالت بلا إجابات قاطعة يعني. وعلى كل حال احنا بنتعامل مع النصوص الموجودة اللي بيعتقدها المسيحيين كنصوص، وبنتعامل مع شخصية المسيح الموجودة عندنا في الكتب يعني، بنتعامل مع الشخصية دي من خلال المنقول لنا عنها، دون أن نجزم تماما بصحتها من الناحية العلمية أو التاريخية يعني. بالضبط يعني في كثير علماء يعني مشككون بوجود المسيح ذات نفسه، بس ما حدا بيعرف يعني، هي كلها قيل عن قال وشواهد تاريخية ما في يعني، مثل السعر بسعر الإسلام. طيب أخي أحمد، بس مشان أصدقائنا يعني، إذا في أسئلة عندكم يا ريت على صفحتنا بالفيسبوك تحت اللينك تبع الفيديو ممكن تضعوا أسئلتكم، و يعني راح نسويها سيستم من هون وهيك يعني، الأسئلة على الهواء مباشرة تنسأل بالفيسبوك، يا ريت على تسألونا بالفيسبوك، ونتمنى تكون طريقة سهلة يعني. أخي أحمد، في عندي سؤال هون من صديق اسمه أبو مراد، هو صديقنا سايكو مراد يعني، صديق جميل على طول بتواصل معه، بيقول كيف يرى أحمد حرقان وضع الإلحاد في مصر خصوصا والوطن العربي عموما، لكوني أحب أن أطمئن على وضع الملحدين في مصر والمقيمين في مجتمعاتنا المتدينة بشدة مثلي، ولكم مني الشكر والمحبة وأرجو عدم نسياني. تفضل. الأستاذ سيد، أنا ده صديق لي وأنا أعرفه يعني. حقيقة هو أدرى الناس بوضع الملحدين العرب. إحنا طبعا بنعاني يعني، هو أصلا أخونا السيد كافح كتير في القرية بتاعته، واتهموه بالجنون واتهموه بأشياء كتير جدا، قاعد يكافح عشان خاطر يوصل لهم وجهة نظره. أهل القرية اللي هو فيها ما تصوروش أبدا إن هو إن في حد هيطلع يقول لهم بصراحة كل الأفكار دي يعني. بس هو شجاع
أتمنى إن هو يكون في أمان. يعني كتير من الملحدين العرب كما هو معروف ما بيقولوش عن إلحادهم، بيخبوا المسألة دي. إحنا بنشجع الناس على إنها تجهر لكن بأقل خسائر ممكنة وفي نطق ما معينة، يعني يجهر في وسط معين ما يحصلش ليه ضرر من وراه، من ورا جهره يعني. ما يجيش مثلا في وسط ناس أو مجموعة من المتخلفين المتعصبين البلطجية ويقول لهم انتوا رسولكم ده كذا واسلامكم ده كذا، ممكن يقتلوه يعني. لكن ممكن يقول له مثلا ناس معينة يتوسم فيها ان هي ذكية وهتفهمه وهتستوعب كلامه، يقول لهم يناقشهم يفتح معاهم موضوع. بالنسبة للأهل، الأهل يعني لازم نراكم معاهم الأول، لازم نقول لهم معلومة فوق معلومة فوق معلومة فوق معلومة لحد ما تبقى عندهم قدرة على استيعاب الكلام اللي هنقوله. ما ينفعش أقول لهم من الآخر النتيجة اللي أنا وصلت لها، لكن ينفع إن أنا أقول لهم معلومة أساسية وأبني عليها معلومة تانية وأبني عليها معلومة تانية لحد ما توصل لهم الصورة كاملة بشكل غير مباشر في النهاية يعني. إلا إذا كانوا هم بقى مثقفين ثقافة معينة وكده، كل واحد أدرى بظروفه جان. بالضبط بالضبط. على فكرة أنا أحيي أخونا السيد أبو مراد، يعني أحييه على شجاعته، وأنا بتمنى هو طلب إنه نسوي حلقة معه، وأتمنى يعني هو، بس المشكلة عنده وضعه مع الكمبيوتر شوي صعب يعني، ما يعني بدنا شي صديقي يساعده بتحميل مثلا برنامج جوجل بس عشان نقدر نتواصل معه، يعني كل صدر رحب، أنا بتمنى استضيفه في حلقة من الحلقات. طب أخي أحمد، نحن الأسئلة اللي وضعتها أنت خلصت بصراحة، وحلقة قصيرة أنا شايف يعني، أنا متمني يعني نستفيد من وجودك معنا بصراحة. في أسئلة كنت حاطة أنا نتطرق لها ولا لا؟ كيف أنت بتشوف؟ تفضل. بس بدي يعني خلينا نبدأ من السؤال الأخير اللي حطيته، ما رأيك بسياسة الكنيسة القبطية داخل الدولة بالأعمال التي يسمونها معجزات، من شفاء الأمراض إلى طرد الجن والشياطين من جسم الإنسان؟ يعني شفنا كثير هذا اللي بسموه مكاري يونان أظن، ولا مشعوذين كثير بصراحة شفناهم يعني عم بيطلعوا الجن من نفس الطريقة الإسلامية، شو رأيك؟ أعطينا رأيك في بهالموضوع، تفضل. طبعا دول أسوأ وجهة للمسيحية، ودول يعني لا يستحون صراحة، لأن احنا دلوقتي في 2016 أهو، يعني إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ يعني حاجة في منتهى الاستفزاز، حاجة في منتهى الاستفزاز. بيجي لهم المريض النفساني محتاج توديه الدكتور نفساني يكشف عليه ويشخص الحالة بتاعته، بعد ما يفحصه فحص سريري ويتناقش معاه ويفهم مشكلته وفي الاخر يكتب له الدواء المناسب. لا، هو بيجي لهم اي حد باي مرض، من اي مرض من نفسي مصاب باي مرض، يقولوا انت عليك عفريت ويرشوا عليه ميه مقدسه. بعض الحالات بتتفاعل معاهم بشكل معين، وهو التفاعل ده نتيجه اصلا انهم مرضى اصلا نفسيين. فالتفاعل اللي هو بيتفاعل معاك ده مش بيتفاعل معاك عشان الماء مقدس ولا عشان الماء مفيد ولا عشان هو بيعالج، لا هو اصلا مريض فبيتفاعل تفاعل مرضي معاك. فانت بتتخيل ان الجن اللي فيه بيتفاعل جهل في جهل، وناس ما عندهاش احترام لنفسها وما عندهاش ادنى ضمير، لان هم بيستغلوا مرض الناس عشان ينشروا خرافاتهم او يبينوا مواهبهم والبركات اللي عندهم. والكلام ده موجود، ده في الإسلام وموجود في المسيحية للأسف، بالذات في الكنائس القبطية الأرثوذكسية هنا في مصر، والكنيسة الأرثوذكسية اللي هنا في مصر من أسوأ ما يكون يعني. دي بتأدي دور سيء جدا في حياة المسيحيين، تحتكر لنفسها حق تزويج الناس وتطليقهم، ممكن يمنعوك من إن أنت تمارس الجنس مدى الحياة، لأن هم يقولوا إن أنت ما تتجوزش، قرار هم كده، ده ممكن يحرموك من الجنة، ده ممكن
يعني يقول لك انت محروم من الجنه. دول دول في منتهى يعني الوقاحه والغطرسه. والكنيسه الارثوذكسيه المصريه دي محتاجه فعلا ثوره حقيقيه من الشباب ومن الـ من الـ من رعاياها يعني. صحيح صحيح. انا بصراحه احمد، انا يعني انا اعول على الشباب المسيحي انه يتجه نوع اتجاه الالحاد اكثر من الشباب المسلم. يعني نحن بمجتمعاتنا طبيعي بنشوف المسيحي اكثر، يعني خلينا نقول اكثر حضاريا، اما يعني بتم هو اهل خرافات بيتموا. بس كمدينه، يلا مثل مدينه حلب انا جيت منها، بتلاقي المسيحي دائما هو الساكن بوسط البلد، هو اللي عنده طلع عليه مظاهر الغنى، مظاهر الرقي، مظاهر العلم اكثر بتلاقي عليه بالمجتمع المسيحي. فانا اتوقع الشباب المسيحي يكون متجه نحو الالحاد اكثر من الشباب المسلم. يعني احمد حقيقي عندي هنا سؤال، اتفضل. حقيقي فعلا المسيحيين من خلفيه، اللادينيين من خلفيه مسيحيه كتير جدا هنا، اعتقد نسبتهم كبيره جدا يعني. اعتقد نسبتهم في اللادينيين اكبر من نسبه المسلمين على عكس ما هو يتصور يعني. يعني في نسبتهم في اللي هم من خلفيه في اللادينيين اكتر من اللي هم من خلفيه اسلاميه على ما اظن. ونتمنى بالنسبه لعدد السكان، بالنسبة لعددهم الفعلي في المجتمع يعني، إذا كان عندنا 10 مليون قبطي فبيسيب المسيحية منهم نسبة أكبر من اللي بيسيبها من 80 مليون مسلم مثلا على ما أعتقد. وأنا لأن كمان ليه في أعتقد هذا، المسيحية يعني أعتقد هذا يعني أنا بشجع إخوتنا أصدقائنا المتابعين إنه يبعثوا لنا أسئلة على الفيسبوك. يا ريت، جتني بعض أسئلة أحمد. في عنا أحمد فؤاد، صديقنا أحمد فؤاد بيقول: هل المسيح كان شخصية خيالية؟ ما احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده. والله يا صحة ووجوده ديت نسبية يعني، الموضوع نسبي ما حدش يقدر يقطع فيها بحاجة يعني. بس بنسبة كبيرة أعتقد كان بنسبة كبيرة كان الرأي اللي بيقول إن هو كان شخصية حقيقية موجودة ده مقبول يعني على مستوى العالم. طيب، في سؤال كمان بيقول أخونا أحمد: لماذا نسبة الملحدين من خلفية مسيحية أكبر بكثير من الملحدين من خلفية إسلامية؟ أظن انت جاوبت على السؤال ده دلوقتي. صحيح. انت جاوبت عليه دلوقتي. في عنا سؤال من سام، الأخ سام اسأل حرقان: كيف تتخلص من وهم الأديان؟ انا اول بحيي سام، ده صديق عزيز من السويد، صديق عراقي جميل. انا احبه كثيرا يعني. كان بيقول كيف تتخلص من ايه؟ من كيف تتخلص يسأل من ايه؟ وهم الأديان؟ في تتخلص من وهم الأديان. ما انت اذا منحت نفسك حق في التفكير الحر هتتخلص من وهم الأديان وهتكون ايجابي جدا. انما انت لو فضلت خايف من التفكير وخايف الا التفكير يوديك النار والكلام ده وخايف من الله، ده مش ده اللي هيكون عائق في سبيل انت تتخلص من الاديان. ولازم تسال نفسك سؤال: هل الله عادل ولا لا؟ فلو هو عادل وانت عارف ان هو عادل مش ممكن ابدا يحاسبك على التفكير، مش ممكن يحاسبك ابدا عشان انت بتفكر. ففكر بحريه هتوصل في النهايه لهدم الخرافات دي كلها، وهتوصل في النهايه انها خرافات يعني، مجرد خرافات. التفكير هو الحل. تمام. يعني انا برايي بصراحه، يعني خذ اي خرافه من خزعبلات اي دين. يعني يلا مثلا بالاسلام يقول لك الحمار طار، ولا الناقه طلعت من الصخره، ولا مي زمزم ما بعرف شو بيصير، وهالحكي هاد يعني كثير. فكر فيها بس منطقيا نص ساعه بينك وبين نفسك بدون ما تقدس الشيء المقدس هذا، فأنا متأكد يعني راح تصل لنتيجة كثير سريعة. يعني طيب أخي أحمد، يعني أنا أظن يعني نحن غطينا الموضوع اللي مثل ما بقولوا كان بدك تقوله
تقوله أنت لأخوتنا المسيحيين؟ في عندك كلمة أخيرة ترسلها لأخوتنا المسيحيين، للملحدين، للمسلمين؟ تفضل. بخصوص بلا بوجه كلمة لإخواتنا الملحدين من خلفية مسيحية، أنا في شباب كتير منهم ناشط جدا في إن هو يناقش وينور كتير كتير جدا من المسيحيين. جهودهم ديت يعني على رأسنا، يعني إحنا فخورين بيهم. في برنامج كان عامله لاكي دانسر اسمه من أسباب إلحادي، تقدم في شهر رمضان اللي فات، وده لاكي دانسر ملحد من خلفية مسيحية ونشط جدا، وكان ليه كتير من الأثر على الشباب في مدينة الإسكندرية يعني. وكتير جدا أنا بعتمد على المسيحيين بصراحة من خلفية مسيحية في إن هم يغطوا موضوع العقيدة والديانة المسيحية ولا الخرافة اللي فيها أو مشكلتها يعني، أو أضرارها يعني. انا بتكلم اكتر في الاسلام، ومعتمد على الشباب دول في ان هم يغطوا موضوع المسيحيه ده، واحنا كمسلمين يعني او من خلفيه اسلاميه نتكلم في اللي احنا نفهم فيه بقى يعني. طيب تحياتي ليك وتحياتي للجميع جل. تسلم. اظن جتنا اسئله ثانيه احمد، ما تاخذنا يعني، بدنا نحتفظ فيك احتياط. لا مش الاخ سام بيقول: انا سامي من مصر وليس من السويد، نفسي اجهر معكم بس صعب بسبب المجتمع المحيط. في الاخ فارس بقول: ممكن نعرف سبب تحول كوريا الجنوبية إلى المسيحية خلال 50 سنة لتكون أسرع دولة تتحول للمسيحية في العالم؟ وما هو سبب تحول الصينيين للمسيحية بعشرات الآلاف شهريا؟ ما الذي يحدث في الشرق الأقصى؟ تفضل إذا عندك أي معلومات. انا يعني عندي معلومات عن كوريا الجنوبيه، لكن الصين مش عارف صراحه يعني، ما اقدرش اقول او لا. بس هي كوريا الجنوبيه كان ملفت جدا فيها ان الارساليات المسيحيه جابت نتيجه كبيره، والكوريين كتير منهم اعتنقوا المسيحيه، وكمان المتنصرين او الكوريين الجنوبيين نشطاء كمان، وبيسافروا بره كوريا ويدعوا للمسيحيه وكلام من ده. ما الذي يحدث في الشرق الأقصى؟ ما أعرفش. بصراحة ولا أنا يعني، أنا بصراحة لا أعرف ماذا يحدث. ومسألة إنه إيه يعني، في نقطة كثير مهمة أنا بدي أطرحها أحمد بعد إذنك. يعني مسألة إنه هلا بأفريقيا بآسيا الجنوبية في ناس عم تتحول للمسيحية، يعني لا تنسوا إنه المسيحية عندها من الأموال والأدوات إنه توصل صوتها للناس بما يعني لا يصدق بصراحة. يعني يلا مثلا نحن الملحدين ليش ما لنا صوت؟ لأنه ما في أموال. يعني هلا مثلا حطوا لنا 10 قنوات إلحادية، الأخ أحمد يستلمه خلينا نقول، بعد سنة ما بتلاقي ولا واحد مؤمن بالشرق الأوسط كله. 10 قنوات فضائية إلحادية خلي عايزين يستلمها قناة أحمد، واحدة، أنا بتشوف النتيجة يعني. عايزين قناة واحدة بس يعني. مو هيك يعني، قناة واحدة بتكفي. بس عم بقول يعني إذا 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 بالإمكانيات، هلا شوف القنوات المسيحية يعني بالآلاف، القنوات الإسلامية نفس الشيء يعني، تكون أقل عددا بس أعداد يعني بالمئات القنوات الإسلامية. ومع ذلك يعني شيء غير مستغرب إنه مثلا الكوريا الشمالية الجنوبية ولا الصين ولا يدخلوا بالمسيحية، يعني شيء غير مستغرب بعد ظل كل هالأموال هاي. فأظن يعني السبب الرئيسي هي الأموال. وانا شايف انه شيء مؤقت يعني. بالضبط، شيء مؤقت يعني، هي شيء مؤقت لا أكثر ولا أقل يعني. أحمد في عندي سؤال هون كمان: هل تشكيل الكنيسة في مصر خطورة على الملحدين بنفس نسبة الخطورة التي يشكلها الأزهر؟ هو ما فيش حد بيشكل خطورة على الملحدين أصلاً، لا الكنيسة ولا الأزهر. تشرح؟ إحنا بنشكل خطورة عليهم كلهم.
اقول لهم كش ملك يعني. يعني برأيك الكنيسة والأزهر خايفين يعني بمرحلة الدفاع عن النفس ولا مرحلة الهجوم؟ بحاجة الدفاع عن النفس، تعاطي الكنيسة أحسن من تعاطي الأزهر في الموضوع ده. الكنيسة بتعمل مؤتمرات تناقش قضايا الإلحاد وبتدعو ليها ملحدين وبيستوعبوهم وبيعملوهم كويس جدا. الأزهر بيعمل مؤتمرات وندوات ويدعو ليها أزهريين متدينين يقعدوا يشتموا في الملحدين بس. ذكرتني والاثنين بالمناسبة يعني، ما يعني إذا المسيحيين فتحوا لنا أبوابهم ورحنا الكنائس وقعدنا فيها واستضافونا وتناقشنا وكده، ده بيكون لصالح الملحدين. بنرجع من الكنيسة بناس يعني، ما بنرجعش إيدينا فاضية، بنرجع بناس منهم بقوا ملحدين. إنما الأزهر لا، الأزهر ما عندوش استعداد يعمل كده يعني، ولو عمل كده إحنا هنبقى مبسوطين جدا يعني. أنا أول واحد هروح يعني، أول واحد هروح. لا حيكون خربان بيت الأزهر يعني، حيجني على نفسه اه مش هنطلع من عندهم ايدينا فاضية طبعا. ذكرتني بمؤتمر كانوا عاملين السلفيين عن المرأة، يعني موجودين كل الزقون الطويلة ولا مرأة واحدة موجودة، هو المؤتمر عن المرأة. بالظبط. بس صح، فمؤتمرات دايما بيعملوا مؤتمر المرأة مسلمة وما يحضرش، والمرأة مسلمة ما بتحضرش، بتتابع في البيت جوزها بيحكي لها ايه اللي حصل. بالضبط، للأسف. ومؤتمرات الأزهر كلها هيك يعني، حتى عن الملحدين كانوا مساوين ضد الإلحاد، دورات ضد الإلحاد، هي مسمينا أنتي إلحاد يعني حتى أن راقين باللغة مسمينا بالإنجليزي أنتي أنت إلحاد. الحال. شيء مضحك للأسف، شيء مضحك. أتمنى يكون في أسئلة ثانية، بس دقيقة واحدة إذا في أسئلة عنا. وانت رحتي فين؟ طيب، الاخ احمد برجع بسالنا، لو عندك بنت تحب انها تتجوز شاب من خلفيه مسلمه او خلفيه مسيحيه، انا بصراحه ما يعني ما فهمت السؤال بالضبط، اذا انت فهمت السؤال لا يعني. فهمت السؤال. اظن الاخ احمد عم بيوجه السؤال للمسيحيين يعني او المسلمين، لو عندك بنت تحب تتجوز شاب من خلفيه مسلم او خلفيه مسيحيه، او يمكن سالنا لنا السؤال نحن الملحدين، اذا عندك بنت بتحب واحد مسلم او مسيحي، يعني انت شو رايك بالموضوع؟ لا، بعتقد الجواز والحب والحاجات دي المفروض تتحيد فيها مسألة الديانات خالص يعني، والاعتقادات يعني. أنا بالنسبة لي راح أقول له برا، ما تقربش ناحية البيت 50 كيلومتر، محيط 50 كيلومتر، وإلا حاعمل مشكلة يعني. مستحيل مستحيل. ستيفن هوكينج كان ملحد، و زوجته كانت ساعة ما اتعرف عليها كانت بنت مسيحية يعني، وارتبطوا ببعض واتجوزوا وعاشوا حياة سعيدة يعني. بالضبط يعني، انا برايي هلا الاخ احمد عم بقول، انا اسال حقان، انا برايي بصراحه يعني انه مساله الدين والحب ما لها علاقه يعني، ممكن تتزوج انسانه مسلمه، ممكن الحب ما له علاقه بشيء يعني. طيب، في عنا صديق جوزيف بيقول، اسال صديقي ما رايك بفشل تعاليم المسيح في التغلغل للمجتمعات بالرغم من أنها تبدو إنسانية، مع ذكر سبب يعني. الزلمة عم بيقول إنه شو السبب في الفشل تغلغل المسيحية بالمجتمعات المحيطة يعني المختلفة، رغم إنه تعاليم المسيحية تدعو للسلام، تدعو للأشياء الكويسة. تفضل. هي تغلغلت بالفعل لما كان الوقت مناسب، لان هي تتغلغل حاليا. التعاليم بقت قديمه، والمواثيق والاعراف الدوليه
والعهود الدولية والقوانين الدولية يعني بقت أرقى من التعاليم المسيحية بكتير، فما بقتش جذابة يعني. يعني عندنا قوانين بتنظم حياتنا أفضل من المسيحية، أفضل من اللويين مثلا في الإنجيل اللي هو كله تشريعات. التشريعات دي كلها، ما كل سنة وأنت طيب يعني. يعني هي التشريعات غير منطقية للأسف، كان مثل الإسلام تعود للعصور الوسطى. فكل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. وأعتقد يعني المسيحية يعني راح يتم لها الأثر، هو يعني أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة وهالاحتفالات هي اللي ممكن نحتفل فيها، لا أكثر ولا أقل. طيب أخي أحمد، أنا بتشكرك كثير، وإذا في عندك شيء تاني تضيفه. أنا بشكرك جدا جان، وتحت أمركم في أي وقت ندردش مع مشاهديك ومتابعيك الكرام يعني، وده شرف ليا كبير جدا. بصراحة وده دايما لما بكون معاك ببقى مبسوط جدا هنا في البرنامج العظيم ده، وبتوقع عليه نجاح مبهر جان. أنا بتوقع لبرنامجك نجاح عظيم يعني. شكرا أحمد، شكرا، هذا من ذوقك يعني. أنا بس بتمنى الناس تستفيد، وأنا بتمنى شبابنا الملحدين يتشجعوا ويجوا يجهروا معنا. يا شباب خلونا نجهر، خلونا نوصل صوتنا يعني بصدق بصدق. أنا ما بيهمني نجاح برنامج ولا من عدمه يعني، وأصلا ما مهمتي أكون أنجح برنامج أو شيء، بس أنا مهمتي اللي حطيت نفسي فيها، يا جماعة بدنا نوصل صوت الملحدين. هالمجتمع هذا راح نغيره، بدنا نغيره، لازم نغيره، ونحن أهل التغيير. فأنا بتمنى أحمد تعطينا كلمة تشجيعية، نحن أهل التغيير. تفضل. واحنا فعلا قررنا ان احنا نبقى مجانين ونغير العالم يعني، وهننجح. بكل تأكيد، بكل تأكيد راح ننجح، لأنه بصراحة نحن نعتمد على العلم. العلم 1+1=2، وهم يعتمدون على الخرافة. ونحن كل اللي بدنا إياه إنه نصحي أهلنا، يا جماعة يا ناس يا خلق يا هو، أنتوا عايشين في وهم، تعالوا نعيش بالواقع، وخلونا نعيش حياتنا. أنتوا بتعيشوا ونحن بنعيش حياتنا بدون نكد، يعني مثل ما بقول أخوتنا المصريين. أكيد راح يجينا من يغني بكرة النكت بكرة. المهم شكرا لك أخي أحمد، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين. وبتمنى مثل ما قلت يعني راسلونا، وأنا مستعد أعمل كل نهار حلقة لأخوتنا الملحدين اللي بدهم يجهروا، ودعمونا بهالحملة هي، بمشاركة الفيديوهات، بالأسئلة، يعني بكل شيء ممكن تدعموا، بأي شيء ممكن تقدر تدعمنا. شكرا لك أخي أحمد، وشكرا لأعزائي المشاهدين. شكرا، إلى اللقاء. يلا سلامات سلامات، إلى اللقاء أصدقائي في حلقة قادمة.